كان هدف مجلس إدارة النادي الأهلي من البداية أن يكون في ملعب يخص الأهلي ويرفع شعاره عليه ملعب الأهلي واستاد السلام. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، ومشرفنا النهاردة في البيت الكبير في الليلة الخاصة دي يعني اتنين من الضيوف أبناء البيت الكبير وأبناء الاستوديو التحليلي في قناة النادي الأهلي، كابتن أيمن شوقي نجم الأهلي السابق. أنا برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. ومشرفنا كمان نجم الأهلي السابق الكابتن محمد يوسف. أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا بيك. نورين يا كابتن. أهلا بيك. منورين بجد. حاضرين من الأول. طبعا ده وشفتوا الماتش طبعا. وعندكم تعليقات يعني خلي الماتش نخش له شويه العسل. الماتش كان فيه حاجات كتير قوي. منورين طبعا يا كباتن وكابتن ايمن، نرحب بيك. الله يخليك كابتن ايمن. بقول لك وحشتني على المستوى الشخصي. الله يخليك. وانت اكتر. وكانت بالنسبه لي مفاجاه اكتر من رائعه وجودك طبعا في بيتك في النادي الاهلي، وان شاء الله بالتوفيق في الاستوديو التحليلي. كابتن محمد زميل الملاعب، اهلا بيك حبيبي يا كابتن ايمن. ما شفتكش في الماتش، هنتكلم برده. لا ما انا كنت مدرب النهارده انا وكابتن ربيع ياسين، حطينا الفرقتين بقى وكده. ايه رايك النهارده في الاحتفاليه الجميله دي كابتن ايمن؟ يوم جميل جدا، ويوم الايام الحلوه اللي جمهور النادي الاهلي ما ينساهاش يحتفل بيها. يعني انا كنت اتمنى ان انا اكون لعيب في الفرقه في الوقت دوت. صحيح. يعني اللي انا شايفه يعني بصراحه يعني حاجه عالميه، يعني فيها نكهه مصريه، بس يعني تحس ان انت يوم عالمي. الجمهور بتاع النادي الاهلي كان نفسي يبقى مليان في المدرجات، يعني بصراحة يعني يمكن هو ده اللي كان ناقص. وعايز أقول حاجة، اليوم ده لازم جمهور النادي الأهلي يفرح بيه، مفيش حاجة تعكر صفوه أبدا. اليوم ده احتفالية زي الاحتفالية بتاعة القناة وتطويرها، يوم تاريخي. وزي ما احنا شفنا الملعب تحفة، تحفة فنية، وطبعا هي نتيجة تعاون مثمر بين ثلاث جهات: النادي الأهلي، مؤسسة وي، مؤسسة الإنتاج الحربي. فدي يعني بصراحة يعني يوم من أجمل الأيام اللي عدت على النادي الأهلي، ولازم جمهوره يفرح، وهو اللي كان ناقص تواجد جمهوره في المدرجات. كابتن محمد. والله يعني بص، نفس الكلام اللي لسه كنت مع كابتن أيمن قبل ما أخش معاكم، وكنا بنتكلم، بيقول لي يعني كان نفسنا نبقى أيام ما كنا بنلعب نفسنا حاجه كده زي هو والله في اجواء زي دي. وملعب شفنا ملعب نادي الاهلي واستاد النادي الاهلي، وزي ما قال الكابتن ايمن وانا باكد تاني ان دايما النادي الاهلي بيتعاون مع المؤسسات المختلفه، المؤسسات الناجحه في مصر، وطبعا وزاره الانتاج الحربي مع استاد مع وي كمان كمؤسسه مع النادي الاهلي. استاد فخر، فخر لجمهور النادي الاهلي، لاعضاء النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، وانجاز ايضا كل من ينتمي لهذه المنظومه. فعلا حاجه تفرح. اليوم كان جميل جدا، شفنا طبعا كلنا الاجيال بتاعتنا واصدقائنا وناس يعني اجيال من مختلف الاعمار يعني، لكن الواحد فعلا يعني سعيد انه بينتمي لهذه المنظومه. صحيح. وسعيد انه هو كان مسؤول في النادي الاهلي او لاعب في النادي الاهلي او مجرد أو حتى للنادي الأهلي. منتمي للنادي الاهلي. فدي حاجه الواحد يعني بيبقى فخور بيها. نتمنى ان شاء الله ان يبقى في نجاحات اخرى. ودايما النادي الاهلي معودنا ان هو عنده سابقه على طول، مجلس اداره عنده سابقه على طول، ومجالس الادارات المختلفه عندها سابقه على طول، دايما بتفكر في النادي وفي مستقبل النادي وفي كيان النادي، ازاي تطويره وازاي يتم ده حتى تطوير. على جميع المستويات. مظبوط. يعني فنتمنى ان شاء الله ان المباريات اللي جايه تشهد بقى التالق واللعيبه كمان هتحس ان ده الاستاد بتاعها. انت عارف طبعا محمد، كابتن ايمن طبعا انت بتقول كان نفسنا نبقى موجودين دلوقتي كلعيبه، علشان كمان احساسك بالتطوير دوت معمول عشانك. مظبوط. ده معمول كمان. مزبوط. وانت عارف يا محمد، واحنا لعيبه بننزل لما بنلاقي استاد زي دوت، وبنلاقي الباساج الممر مثلا عليه صور اللعيبه قدام، لما بنلاقي الجماهير حوالينا، ما بنلاقي بتحس. صحيح. انك لا، انك فاليو، ان عندك قيمه وانت لاعب النادي الاهلي، وده اللي بيفرق. مظبوط. وده اللي بيفرق وبيأثر كمان على الخصم اللي بينزل. صحيح. معك. صحيح. بص، عايز اقول لك حاجه يا كابتن هاني، الانتماء للنادي الاهلي نعمة الواحد الحمد لله رب العالمين بيحمد ربنا عليها. ده حقيقي. والله على جميع المستويات. يعني زي ما قال الكابتن محمد يوسف النهارده، احنا شفنا جميع المستويات، من اكبرهم يمكن كان الكابتن ربيع ياسين، لاصغرهم اللي هو انا،
شفنا اصغرهما اصغرهم اصغرهم صح لا والله شفنا جميع الاجيال وتحس بالحب والاحترام والموده والمحبه ففي حاجات يعني بتجمعنا في النادي الاهلي الكيان الكبير دوت يعني زي ما قلت حضرتك كده وزي ما قال كابتن حمدي يوسف وزي ما قلنا الواحد كان يتمنى فعلا ان هو يبقى لعيب في الوقت دوت بنحس بروح تانية خالص مختلفة ولو ان احنا حاسينها دلوقتي بالزبط. بس كنا نتمنى ان احنا نكون من 30 سنة ولا 25 سنة فاتت الوقت ايامكم كانت ايام برضو مش سهلة كانت ايام صعبة وانتوا جيل الحقيقة عملتوا تاريخ وامجاد عايز اقول باقل قيمة مالية بس كان يهمكم في الوقت ده ان انتوا تساعدوا جماهير النادي الاهلي طبعا. وان انتوا تصنعوا تاريخ ليكم يشرف الاهلي واسم النادي وجماهيره اللي محسوب عليه بالملايين صح يا كابتن محمد طبعا احنا يعني وبعدين انت عندك معاناه مع الملاعب الافريقيه عايز اتكلم فيها يعني انت طبعا الملاعب الافريقيه مختلفه خالص عن الملاعب في مصر بصراحه الموضوع تطور جدا يمكن احنا في فتره التسعينات زي ما انت بتقولي الهدف واحد هو اسعاد جمهور النادي الاهلي ممكن شويه الادوات بتختلف الامكانيات بتختلف من جيل لاخر لكن الهدف بيبقى واحد هو اسعاد جمهور النادي الاهلي الهدف هو الفوز بالبطولات دائما على مدار الاجيال كلها فايامينا كان برضو حته اللي عايز اقول يعني ارتباطنا بالجمهور شويه الجيل الحالي في لعيبه من ساعه ما دخلت النادي الاهلي ما لعبتش لسه قدام جمهور احنا الفتره بتاعتنا كانت كلها جمهور التدريب كمان يا محمد والتدريب احنا كان التدريب بيحضر فيه استاد التتش ده كله كان بيتقفل فعلا في التدريبات في التدريبات فكنا متعودين على الجمهور في التدريب متعودين على الجمهور في الماتشات لما كان اوقات يتم عدم اذاعه مباراه من المباريات مثلا كان الاستاد القاهره ده 120,000 متقفل ايا كان بقى المنافس مين يعني ممكن تبقى مباراه عاديه في الدوري بثلاث نقاط كان بيسافر وراكم كمان وكان بيسافر طبعا ورانا فارتباط النادي الاهلي بجمهوره ده ارتباط قوي جدا وانا بقول دايما سر من اسرار فوز النادي الاهلي بالبطولات وبالتفوق وبالتميز جمهوره دايما وراه ودايما مسانده ودايما في ظهره حتى في الاوقات العصيبه وفي الاوقات اللي بيحصل فيها دروب يعني مفيش فريق بيمشي على طول سنين على طول فدايما بيبقى في ظهره وبيتواجد على طول بيعمل الدفع او البوش في الاوقات الصعبه بالذات يعني بس هو تعليقا على كلام الكابتن محمد برضه هو قالها في الاول هو ده هدف من اهداف لعيبه النادي الاهلي ان هو اسعاد الجماهير صحيح سواء في الماضي او سواء حتى لدلوقتي بس هي يعني يمكن الماديات طغت شويه زادت شويه الفكر اختلف شويه بس الحاجه الرئيسيه عند اللعيبه هو اسعاد الجماهير و ما هي دي القيمه الحقيقيه بالزبط. كابتن ايمن بالزبط. هي دي القيمه الحقيقيه ان انت تصنع مجد ليه علاقه بالجماهير طبعا والعلاقه في اسعادهم والكيان طبعا والكيان طبعا. طبعا والكيان واسم النادي اسم عريق وكبير فمعمول له الف حساب زي ما بنقول طبعا اكيد النقطه الثانيه اللي هاخد من كلام محمد ان زمان شويه وفي ظل اللي احنا فيه لازم نقول ان دوت يا جماعه ده حاجه طبعا النادي الاهلي سباق انه بيعمل كل جديد طبعا ده كلنا يعني عارفينه وان اللي بيتعمل دوت كمان هيعود على أندية ويعود على منتخب مصر احنا طبعا برضو لما يكون عندك احنا كنا بنعاني مفيش رعاة يعني صح. الراعي الكرة المصرية دي واعتقد عاملة شغل اكتر من رائع لان احنا على ايامنا وانت بتفتكر كابتن محمد ما كانش فيه سبونسر ما كانش فيه راعي وبالتالي كان عندنا مشاكل كتيرة جدا 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 نقص في حاجات كتير صح. ملابس وسفر دلوقتي مزبوط. كل الحاجات ديت في طبعا على راسها وبتعمل الشغل دوت ده خدمه للوطن وكمان الموضوع زمان كان اصعب صح. انا في رايي الشخصي الموضوع زمان كان اصعب طبعا لكن زي ما انت بتقول يا كابتن ايمن شويه بدا موضوع الناس تاخد عمليه الاحتراف والفلوس اكتر شويه فالعمليه بتقل لكن يظل النادي الاهلي هو سباق بالخطوه الجديده طبعا. يظل النادي الاهلي هو كمان مش سباق لنفسه ده كمان لمصر لان ده صحيح. بيعود اكيد على مصر طبعًا. بشكل او باخر يعني. طبعًا. بص النادي الاهلي رائد في حاجات كتير قوي لو اتكلمنا مثلا عن اول مجله انشاها نادي حقيقة. النادي الاهلي سنه 74 لو اتكلمنا على اول قناه رياضيه في منطقه الشرق الاوسط كلها النادي الاهلي
التطوير اللي عمله الاستوديوهات، وانتوا عارفين طبعا اللي اتعمل في الاستوديوهات والتقنيه العاليه والتكنولوجيا، يعني حاجه ما اتعملتش في الشرق الاوسط اللي احنا فيه النهارده، يعني حاجه ما عملهاش اي نادي تاني. خلي بالك يا كابتن، انا عايز اقول لك حاجه، زمان يمكن كانت الامكانيات اقل، بس النادي الاهلي لما كان بيعمل حاجه كانت بقيه الانديه بتبص عليه وتحاول تقلده، وده اللي بيحصل دلوقتي وهيحصل بعد كده. ما هو اللي بيتقلد رقم واحد. بالظبط. رقم واحد هو اللي معروف. بالظبط. لك تجربه مع افريقيا، وقد ايه انا عارفه طبعا بخلاف المناخ هناك، طبيعه حتى الارض والملاعب هناك صعبه جدا. قول لي بقى الفرق بين اللي انت شفته النهارده، النجيله ديت انا عارفه انه نجيله استاد الانتاج الحربي دي كانت نجيله صناعيه، تحولت النهارده لنجيله طبيعيه، مش كده؟ طبعا. من فترة. وفي فترة. مشاكل في مشاكل جدا حضرتك قابلتها يعني بشكل خاص في الملاعب الافريقيه. كابتن محمد عايزك تحكي لنا عنها والفرق بين اللي انت شفته واللي انت شايفه النهارده. لا يعني كمان هقول لك على ان انا دخلت الاستاد هنا، يعني استاد الاهلي والانتاج الحربي، كنا بنلعب فيه مباريات مع الانتاج الحربي في مواسم قبل كده. لا حصل تطوير فيه، تطوير حتى في غرف الملابس، في الامكانيات جوه في غرف الملابس. النهارده انا بصراحه حاجه تشرف يعني، وانا من هنا بشكر النادي الاهلي وبشكر شركه وي وكمان مؤسسه الانتاج الحربي، لان فعلا حاجه مفخره يعني بصراحه، وامكانيات عاليه جدا، وفي تكنولوجي جوه وفيديوهات يعني حاجات تساعد الجهاز الفني كمان. النقطه طبعا لما تيجي تقارني بافريقيا، لا طبعا الارضيه مختلفه تماما، لان الارضيه دي حاجه تخلي اللعيبه تلعب وهي مستمتعه. اللي بنقابله في افريقيا طبعا، معانا كابتن ايمن والكابتن هاني، قابلته في 2012 2013 2013 الملاعب طبعا لا يعني بتبقى حاله صعبه جدا، الاجواء صعبه جدا، الامكانيات والفنادق صعبه جدا، لكن احنا بحكم ان احنا عايشين على طول في افريقيا وبنلعب بطولات افريقيا، فبنتاقلم مع هذا وخلاص بنعتبره واقع وبنعيش فيه، وبنبدا ما بنفكرش فيه قوي عشان ما يبقاش يعني عايز اقول عائق بالنسبه لنا، وتبقى نقطه من النقط الصعبه اللي بتقابلنا، فبنضطر ان احنا نحاول نتاقلم، وتاقلمنا او حصل خلاص ادابتيشن عليها. يعني الاستادات عامه دلوقتي بقت اعتقد، وخاصه الاستادات العسكريه على المستوى العسكري على اعلى مستوى. طبعا. انت اصبح الان عند يعني في عدد من الملاعب كبير جدا، بدليل ان حتى يعني اتحاد الكره فكر انه يكمل الدوري في القاهره، يعني يجمع الانديه، عنده حوالي 5-6 استادات في القاهره يقدروا يستحملوا او يقدروا يستوعبوا الدوري، وبنفس الوقت كمان امكانيات الملاعب بتحسن، وملعب الجيش في اسكندريه برج العرب وملعب طبعا. انا بقول ان حصل تطوير في الملاعب وفي ارضيه الملاعب، في الكواليتي بتاع الملعب ذات نفسه كمان. لكن في افريقيا طبعا في صعاب، بس اتحسنت افريقيا لحد ما كمان طبعا اتحسنت. فاكر احنا كنا بنلعب زمان، كنا بنلعب على اسفلت، كنا ساعات بناخد الجزم مش عارفين نلعب بأني جزمه، فننزل الاول تمرين جزمه عاديه لا ما تنفعش، لغايه ما نوصل ان احنا بنلعب بجزمه فلات، لان مفيش نجيل اصلا. انا قابلني موقف يعني موقف مش موجود، والله زي الاسفلت بالظبط. قابلني موقف والله يا كابتن هاني، قابلني موقف ما حصلش في بطوله افريقيا، ان بنلعب مباراه مع القطن الكاميروني والدنيا مطرت يعني مطر فظيع، الدقيقه 75 الملعب ده ما انت بتلعب القطن بقى بركه. بقى بركه. ايوه صح. بتلعب القطن وفي مطر، لازم يتغرق. الراجل لغى المباراه ورجعنا الفندق تاني وعدناها تاني يوم، ده قانون. بس المفروض ايه؟ المفروض ان الملاعب دي اي ملعب المفروض بيبقى معمول له السيستم بتاعه والميل بتاعه، بحيث لما يمطر ينزل المطر على جناب الملعب، فانت تفضل ايه، يفضل الملعب يصلح ان انت تلعبي، هو بيتبل وكل حاجه بس بتكمل. طبعا هاني لعب في المانيا وعارف الملاعب عامله ازاي وفيها صفايات وبتاع وكده. لعب في المانيا ماتشين. انا اتفرجت عليك ماتش على فكره، هم دول ماتشين. انا مره جيت لك والله بريمن ولا كازلاوتن؟ لا كنت بريمن. بريمن جيت اتفرجت عليك وكنت يعني مبسوط وفخور بيك جدا. واحنا مره كنا عاملين معسكر في النادي الاهلي واتفرجنا عليه وهو بيلعب في بريمن، رحنا الاستاد اتفرجنا
هاني كان بيلعب، كان لعيب كويس، كان بيلعب هو وبرازيلي فابيانو ولا اسمه ايوه بس كان بيانو، يعني بيانو اديله حقه، لعب منتخب البرازيل، انا هدي حقه اليوناني. الماتشات اللي حضرتوها هنا على ملعب الاهلي واستاد السلام حاليا كانت ايه؟ تفتكر منها ايه كابتن ايمن؟ ده كان ايمن انا بقالي فتره ايمن لما بيدعي ان لا تفتكر مشاهدتك ليها يعني يمكن هنا اتلعب كاس العالم للشباب في 2009 اتلعبت مباراه عملاقه للمغرب وكوت ديفوار، يعني انا بتكلم هو على مشاهدات كمان. بصي ارضيه الملعب الزمالك كابتن هاني وكابتن محمد ارضيه الملعب ارضيه ممتازه جدا. إيه بقول لحضرتك انا كنت اتمنى ان انا ابقى لعيب، لسه بقول لمحمد يوسف عشان العب في ملعب زي دوت في الامكانيات ديت بعد كمان ما التطور الحادث ده دلوقتي. يعني مش عايز اقول زي ما برضو الكابتن محمد قال ان هو يعني احنا بنشكر المؤسسات الثلاثه سواء النادي الاهلي مؤسسه توي مؤسسه الانتاج الحربي على التحفه اللي احنا شايفينها دلوقتي دي. يعني ده نقدر نبص في ملعب زي ده بالظبط موجود في الامارات شبهه فعلا بالظبط كده في الامارات اسمه هزاع بن زايد، هزاع بن زايد شبهه بالظبط كده بنفس الامكانيات بنفس الكفاءه بنفس الارضيه بنفس الشكل العام دوت. فيعني انا بقول ده ملعب عالمي، ملعب صراحة. عالمي ملعب عالمي بأيادي مصريه بأيادي مصريه ولسه كمان هيتطور. انا اعتقد في كمان خطط تطوير يعني والله. كبيره جدا توسعه ولا حاجه مش توسعه على مستوى استغلال الملعب. انت عارف بره برضو بره بيستغلوا الاستاد مش بس ان هو ماتش كوره بس لا يعني استغلاله على المستوى على مستوى الاستثمار. نتمنى ان شاء الله يبقى في كراسي مرقمه ان بيكون صح. كل كرسي مرقم صح. ده برضو مهم جدا عشان تبدا خلاص انت بتشتغل بمستوى عالمي فلازم طبعا. توصل للنقطه ديت فان شاء الله باذن الله هتشوفوا كمان تطوير اكتر في الاستاد ان شاء الله. الله رب العالمين وعايزين نعمل ماتش برضو كده لازم زي الكوميدي اللي كان شغال ده الكوميدي ايه اللي لفت نظرك فيه؟ الاوزان كله محافظ الحمد لله الحمد لله طبعا اولهم كان في كابتن احمد بلال كابتن اسامه حسني مش وحش مش وحش كابتن سمير كمونه واخد برضه ستايل حلو سمير عشان طويل كمان سمير قالب على بيومي والله شباب بيومي فؤاد بس عامل شغل حلو تجمع ظريف على فكره يعني والله قضينا يعني وقت جميل جدا وحطينا الفرقه الكابتن ربيع حط فرقه وانا حطيت فرقه وبصراحه النتيجه كام انا ما عرفش النتيجه 13-8 ماتش هاند بول اجوان كتير اجوان كتير جدا نورتونا يا كابتن الله يخليك نورتنا كابتن ايمن جدا معانا النهارده في البيت الكبير اول لقاء لينا في ملعب الاهلي واستاد السلام للكباتن كباتن استوديو التحليلي كابتن ايمن شوقي بشكر حضرتك شكرا جزيلا نجم الاهلي السابق كابتن محمد يوسف بشكرك شكرا جزيلا نجم الاهلي السابق ايضا سعيد اني معاكم بشكركم شكرا بعد الفاصل نجوم اخرين في البيت الكبير